عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحليله خاصة بعد قضايا الفساد العدة التي صار يواجهها، نقرأ من موقع المصدر العبري خطاب الانقلاب لنتنياهو. تقرير لهذا الموقع يحلل الخطاب الذي ألقاه أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حزب الليكود، وفيه اتهم رئيس الوزراء اليسار والإعلام المحسوب عليه بأنه يسعى إلى إسقاط حكمه من خلال الضغط على سلطات التحقيق لتقديم لائحة اتهام ضده. وقد رفع داعم نتنياهو من حزب الليكود لافتات تحمل صورته وعليها الكتابة رئيس حكومتي، فيما رفع آخرون لافتات مكتوب عليها محاولة انقلاب. يبدو أن نتنياهو وحزبه اللذين يخضعان للتحقيقات بتهم الفساد وخرق الثقة حظيا بالدعم الذي كانا يحتاجانه خلال هذا المؤتمر. يقول الموقع أن المؤتمر كان هدفه في الأساس تلميع وجه نتنياهو ومحاولة منحه فرصة للخطاب الذي اتهم فيه نتنياهو وسائل الإعلام واليسار الإسرائيلي بمطاردته، فضلا عن محاولة إسقاط حكمه بطرق غير شرعية حسب ما اتهم نتنياهو اليسار والإعلام الموالي له، وكما قال هي محاولات لإحداث انقلاب في الحكم. يؤكد نتنياهو انتماءه لحزبه الليكود مقتبسا أقوال لعضو في الليكود يقول فيها: هم لا يسعون إلى إسقاط حكمك فحسب، بل إلى إسقاطنا جميعا، نحن أعضاء في الليكود، وإلى إسقاط المعسكر الذي يوصف بالمعسكر الوطني في الدولة العبرية. هم يعرفون أنهم ليسوا قادرين على هزيمتنا في الانتخابات حسب ما يرى أعضاء الليكود، لهذا هم يعملون بطرق يصفونها بغير الديمقراطية، يسعون لإسقاط الحكم دون خوض انتخابات. ينقل موقع المصدر كذلك أقوال بعض المحللين بأن هدف خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي هو كسب الدعم مجددا من الداخل ومنع زعزعة مكانته إثر تعرضه للانتقاد من قبل حزبه أصلا. يبدو أن استراتيجية الترهيب واتهام اليسار نجحت ثانية، لأن هذا اليوم لا شك أن نتنياهو هو الزعيم القوي داخل الليكود والذي يحظى بدعم كبير فيه. لكن خارج الليكود يقول المصدر لم تنجح هذه السياسة الهجومية لرئيس وزراء دولة الاحتلال، فبرغم خطابه الذي وصف بالفصيح سارع معظم المحللين إلى الإشارة إلى أن نتنياهو كان متوترا قلقا وفق ما اتضح أثناء خطابه ولغة جسده، فقد حاول استخدام الفكاهة أثناء الخطاب وهو غير ذلك.